يستطيع أن يكون مدرب ويستطيع أن يفوز بالألقاب ويحطم أرقاب قياسية مع الفريق الملكي. تغيير ناجح للأسطورة زين الدين زيدان، دخل سجل هدفين الفوز بمساعدة الحارس الألماني الذي قدم هديتين لريال مدريد، لكن الهدايا لا ترفض في نهاية تشامبيونز ليج خاصة في هذا المستوى. أعتقد أنه خروج صلاح هو الذي حول مجرى المباراة، لأن شاهدنا 30 دقيقة الأولى ضغط ليفربول، الفرص كانت أكثر لليفربول، لكن بعد خروج محمد صلاح حتى اللاعبين الإنجليز كأنهم فقدوا الثقة في أنفسهم عندما خرج صلاح. شهدنا رجوع وعودة ريال مدريد والسيطرة كانت للفريق الأبيض حتى سجل هدف الأول بنزيما. عاد ليفربول، لكن ليفربول بدون صلاح تغير كثيرا، ولم يصبح ليفربول الذي فاز على روما والذي ويحطم أرقاب قياسية مع الفريق الملكي. تغيير ناجح للأسطورة زين الدين زيدان، دخل سجل هدفين الفوز بمساعدة الحارس الألماني الذي قدم هديتين لريال مدريد، لكن الهدايا لا ترفض في نهاية تشامبيونز ليج خاصة في هذا المستوى. أعتقد أنه خروج صلاح هو الذي حول مجرى المباراة، لأن شاهدنا 30 دقيقة الأولى ضغط ليفربول، الفرص كانت أكثر لليفربول، لكن بعد خروج محمد صلاح حتى اللاعبين الإنجليز كأنهم فقدوا الثقة في أنفسهم عندما خرج صلاح. شهدنا رجوع وعودة ريال مدريد والسيطرة كانت للفريق الأبيض حتى سجل هدف الأول بنزيما. عاد ليفربول، لكن ليفربول بدون صلاح تغير كثيرا، ولم يصبح ليفربول الذي فاز على روما والذي فاز في المباراة السابقة. نقول مبروك لأحباء ريال مدريد وهارد لك طبعا للريدز وخاصة للنجم المصري محمد صلاح. نتمنى أن يكون بخير ويشارك في مونديال روسيا، هذا ما نتمناه لمحمد صلاح اللاعب الخلوق. من كرة القدم إلى كرة